لطفي كل هالقد مخبالك والأعظم مخفي يلا يهدي لك بالك كل هالقد مخبالك والأعظم مخفي الله يهدي لك بالك بتضلك قدا وقدود مع انك عدمان قبضاي ومن خير جدود ومن عيلة جدعان بتضلك قدا وقدود مع انك عدمان قبضاي ومن خير جدود ومن عيلة جدعان ولو ايامك كلها سود اوعى تطفي خليك مضوي يا لطفي ولا تشغي بالك ربك وحده اللي بيشفي بغير لك حالك لك حالك أمان 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 يا عيني أمان يا عين يا زمان يا زمان على بيت التعيين أمان أمان يا عيني أمان يا زمان على بيت التعيين الله حيو الله حيو على بيت التعيين يا ويلو اللي بيجرب يغلط مع بيت التعيين يا سواد بنات الكعيان وطابي الموت طابي الموت يا بيت الكعيان وطابي الموت طابي الموت يا الكعيان داخل إيرولا يلا هانت مطولين؟ لا بدك تستني شوي اسا في تنتين قبلك بس قال شو استاذ الانجليزي بده يعملها شطارة علي بس على مين على ريهام الكعيان هذا الحكي يا حرام كيف كان عم يحس باللورة لا يعرف الخط خط مين هذا الاستاذ احمد يقبر قلبي شو مجذب ريهام تعا شوي نعم استاذ ريهام الموقف اللي شفتك فيه مبارح بتمنى ما يتكرر وإلا رح خبر أهلك ها تبقي لمدرستك ودروسك أحسن لك من الحكي الفاضي استاذ والله أنت فهمت الموضوع غلط يعني أنا ما كان قصدي ريهام أنا ما عم بطلب منك تبرير اللي شفته وسمعته كان واضح أنت بنت كويسة ومجتهدة انتبهي لمدرستك وأنا لولا بعزك وبحترمك ما كنت بقول لك هالكلام الله معك حاضر استاذ شو قال لي؟ قال شو قال لي قال طلع بغار علي لك جانن غيرته علي مو شافني مبارح مع علا امشي امشي أهلين وكل هدول ما رح مرق لك هذا الخبر بدون بشارة خلص وحياتك البشارة إلك بس بشريني لك هذا الحلو المجذب إيه اللي نحن أنا وياك قلنا عليه عيونه حلوة أي واحد رقم 4 تبع شركة التعهدات إيوه تحسين عرفته شبه حكيته باسمك واخدته وعطيت معه يعني طبقت لك يا ضليت طبقه لحتى وقع بدبديبك لشوشته واخدت منه موعد اليوم الساعة 5:30 5:30 المساء؟ يعني كيف بدي أعرفه وين وكيف؟ تعي لعندي لحتى قلك شو لازم نساوي ما بقدر هلأ أطلع ما في حدا بالبيت وبعدين خاف يتصل بابا لك إيه كلها 10 دقايق ما رح يصير شي تعي تعي ها اجت إلهام هلأ بيجي لعندك باي أهلين تقبريني شو بعينك؟ عيني؟ كنت قاعدة بالجامعة وخبط راسي بشباك لا ما صدقت لأنك تلبكتي شوفي عم بقلك خبط راسي بشباك بالجامعة لا تعيطي ليسا الحمد لله على سلامتك مع السلامة تفضلي انتي دورك
يلا تعيروا له. لا ما بصير ما بصير، لا استنيها هون، لا ما بصير، لا خليها تفوت معي. ما بصير حبيبتي، ما بصير ما بصير. ليكي ما بطول عليك، ايه عزمتك لبوزة، ديروا بالكم علي. العمى شو كنت غبية لما قطعت كل شي مع علاء. غلط غلط، الأستاذ أحمد بغار من علاء، يعني لازم خلي علاء ورقة رابحة بإيدي اضغط فيها على الأستاذ أحمد. إيه والله لازم. هاي مسلخ مو مستشفى، مفكرين للناس دواب يعني؟ خبرت ولاد اخوك انه ابوه توفى؟ لا ما خبرتون، خلي غيري يخبرون، هدول جماعه شرانيه ما عندهم كبير الا الجمل. شو بعدك اخي؟ شو نايم؟ عدم المؤاخذة راحت علي سهوة، الله يوفقك، بناتي بالبيت وما خبرتهم اني مسافر، ممكن تعيرني موبايلك لاحكي معه. تفضل. يسلم وديات. الله يسلمك. خلي لي اياك. لا تواخذنا. الو، مرحبا بابا. شايف الرقم اللي طلع عندك على الكاشف؟ احفظيه. انا على هذا الرقم، اذا احتجتوني خبروني. ماشي. الله معك. يسلموا ايديك. الين الله يسلمك. خلي لي اياك، يلا يا رب. يا الله. بسم الله. رجعي. الهام. يا الهام. يا حبيبتي. تعي لهون، وين رايحة؟ عم تقري كمان بدون نظارات حطيهم. ايه. اسمعي تقبري قلبي. عندي مشوار كتير ضروري، بروح وبرجع، خليكي بالبيت بده يجي جدي. جدو جاي؟ امتى؟ المساء. يا الله خلصا، لا تتركيني كتير، يعني لا تطولي برا البيت، ايه بكره ضل لحالي. تقبري قلبي، قطعتي لي قلبي، هلا ما بروح. طب اسمعي، ما بتاخر انا، وديري بالك على عذاب، واذا اتصل بابا قلي له بتروح وبترجع، واذا اتصلت لواحظ قلي له يا انا رايحه لعند لواحظ، وشو كمان اذا اجى جدي وسال عني قلي له هلا بجي، واذا بدك شيء كلي بالبراد حطيت لكم اكل. ايه خلصا. باي تايلي. باي خلصا. شبكي؟ خلص خدي نفس. خدي نفس؟ أول شيء، ليش أول شيء كاتبت لك ياهم على ورقة؟ استني سري. حابة تسألي عن شيء؟ لا ايه بدي اقول لك سر. انا خايفة. السر الثاني انه انا اول مرة بطلع مع شب. يعني انا اللي طالع فايتة مع شباب؟
بعدين شو شوفي يا يعني انت رايحه تعملي شي غلط؟ لا رايحه تتجوزي. رايحه شو تتجوزي؟ لو بدي اتجوز لواحد؟ لو بدك تتجوزي يعني خطوه الالف ميل تبدا بخطوه، هي هي الخطوه. طيب يلا. طيب لا انفخي. ما قدرت سيطر عليه. والعمى الله يخليكي تاخذيه على المستشفى، بس ما بتجيبوا سيرتنا منو؟ انا كنت عم اخدمكم. لك شو بدي اسوي انا لحالي هلا؟ هون جارنا عنده تاكسي تاخذيه فيها. ايه طيب مشي معي. وين؟ فوزي طمني يا ابو لطفي، شو نازل تساوي بالشام؟ مالك بالعاده تترك الضيعه؟ إذا حل السقيل بأرض قوم فما على القوم إلا الرحيل. ودخلك منو هذا التقيل بقى؟ أبوك رئيس البلدية الموقر. الله يسامحك يا عمي أبو لطفي، ليش هو هالكلام هاد؟ ليش اللي بيقول الحق بيقطعوا له لسانه؟ أبوك من وقت ما صار رئيس بلدية خربت الضيعة. عم تكسر علينا كثير بالكلام أبو لطفي ها؟ لا سيدي لا عم كسر ولا شيء. أبوك نهب الضيعة. بسنة واحدة اشترى لك السيارة اللي راكبها وفرض خوة على الناس. بس بقى أبو لطفي تخنت كتير، أنا عم بحترمك كرمال شيبتك. ها يا سيدي لا تقدرني ولا تحترمني. أبوك نهب الضيعة، أبوك واحد واطي وقليل أدب. لا اتحملتك كتير وراعيتك أبو لطفي ها، بس طلعت فعلا ما بتستحي، رح بهدلك ونزلك من سيارتي ها. لا سيدي ماني نازل، دافع أجرة مثلي مثل غيري، لا أنت ولا غيرك حدا بينزلني. إيه لا سيدي رح تنزل غصب عنك. شرف انزل. بدك تنزل يعني بدك تنزل. ماني نازل. أبو لطفي انزل وقصير الشر أحسن لك ها. ماني نازل بلاك. لا سيدي بدك تنزل، لا حدا يتدخل إذا بتريده. شرف انزل. إيه شو علي؟ والله والله لدفعك الثمن غالي. ما بكون ابو لطفي الكعياني اذا ما دفعتك الثمن. روح روح ايدك وما تعطيك. اطلعوا شباب يلا اطلعوا. العمى لك سرق المفاتيح؟ بسيطة بسيطة يا ابو لطفي، راح اشغلها بدون مفاتيح. روسو شو قال؟ شو قال؟ شو بيقول جان جاك روسو؟ شو وين قال الكعيان؟ يا ستي خنساء راحت مشوار ما بعرف لوين، وليلى بشغلة، وبابا راح على جنازة بمنطقة اسمها تلال المستحية، وجدك لسه ما وصل. الجدي جاي؟ هيك قالت لي خنساء قبل ما تروح. هي علاء رايح مع اخته على الصالون، ما لازم خلي اللي صار يبعده عني. يلا يلا انا رايحه. لوين رايحه؟ غرزة طولانة وعم تنزل على عيوني، بدي انزل قصه هلا ريهام. اي ما بتاخر، شغله نص ساعه. باي. علاء مثل ما قلت لك الله يخليك لا تتهور وتساوي لي مشاكل، خليك ناطر هون مجرد ما اجوا بيت حماي. انت بس اتصل بالشرطه خلاص ولا يهمك اختي، انت فوتي لجوا انا رح ضل هون، وان شاء الله واحد فيهم يغلط ويجي لهون لورجيه شو بده يصير. لك شو عم بحكي معك؟ الله يخليك ما بدي مشاكل،
لأنه أكيد رح يجوا. الدعوة اللي أنت عليهم رح بتجننهم. الله لا يوفقهم، أكلوا لي حقي ولسه لحقيني لهون على الصالون. هذا كله لأنك سامحتيهم يا أختي، قلت لك من البداية لا تسامحيهم. ها سامحتيهم طمعوا فيكي. أخي لا تخاف، المحامي قال لي إنه اللي بده يطلع لي لسه أكثر من اللي أنا أخذته. زنبون على جنبون لك أخي، هن اللي بدو. يلا دير بالك على حالك. ماشي لا تقلي عمك. يلا. الله يرحمه. يا ساتر. شو بك؟ نايم؟ رح تروحنا يخرب بيتك. لا تواخذوني يا جماعة، بس سهران طول الليل ومالي نايم. احكوا معي مشان ما اكبي. عملوا اي شيء. تيسر. حاضر، رح امشي. يلا. انسي خلصة مو هيك؟ ايه. انت؟ ايه انا هون. تفضل. شكرا. انا بعرف انه قلبك نائز مني لانه لسه ما بتعرفيني، مشان هيك رح اتركك تختاري المكان اللي بيريحك. شكرا، بس بصراحه انا ما بعرف كثير بالبلد لان ما بطلع من البيت غير لعند لواحظ. فهمت عليكي، بدك محل عام وبقلب البلد ترتاحي فيه وما تتعرضي لحشريه حدا. مزبوط. مزبوط. اوكي، تركي هالموضوع علي. بس من هلا اذا حاسه حالك انه انت مالك مرتاحتي لي او خايفه يعني. لا 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 لا، بس بصراحه انا لان اول مره بطلع مثل الافلام بتعرف على واحد وبجنينه فمتوتره شوي. ولا يهمك، في محل عام بقلب البلد بنروح بنقعد بنشرب فنجان قهوه قدام العالم كلياته. شو رايك؟ موافقه. تفضل. قولي شو هالوابطة اللي وابطت حالي فيها؟ كأنه شو دخلني بكل هالقصة؟ والله إذا ساب لي شي لينخرب بيتي. أحسن شي اتصل بأهلها خليهم يجوا وهن بيتحملوا المسؤولية. ايه أنا ما خاصني. ها فيقت ليلى. ليكي شو بدي اقول لك، ليلى بالمستشفى وعم تنزف، بقى يا ريت تجوا لعندها. ماشي يلا باي. شكرا. احكي لي نكته ثانيه. قال في سمكه حمصيه غرقت. شو شبه السمكه؟ ما بتعرف تسبح؟ يا الله الحياه شو حلوه وبسيطه، لك ان شاء الله ما عدا ما بتحكي يا حق. بتعرف تحسين؟ حاسة حالي بعرفك من 20 سنة. لما بيتألفوا روحين وتوفوا قلبين بنحس الإحساس. يا الله شو كلامك حلو يا أبو العز. يا تحسين، والوقت بيمرق معك بسرعة. بتعرفي شو؟ الحياة علمتني إنه الفرصة بتجي مرة واحدة بالعمر ولازم استغلها. أنا حاسس إنه أنت فرصتي ولازم استغلك. كيف يعني أنا فرصتك؟ ما فهمت عليك، اشرح لي. أنا مستعجلة كتير على الزواج، وماما مستعجلة أكتر مني، حابة تفرح فيني قبل ما الله ياخد أمانته. ياخد أمانتك؟ كيف يعني؟ لا الله يطول بعمره. بس ما فهمت. قومي معي، لازم تتعرفي اليوم على ماما قبل بكرة. لا اليوم ما بقدر، تأخر الوقت، خليها لبعدين. مشان هيك قلتلك إنه الفرصة بتجي مرة واحدة بالعمر، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. قومي معي. شو حكمة الصباح؟ لا ما بقدر. شوف تحسين، كأني بعرفه هاد الزلمة، كأنه بيشبه المخرج تبعنا. وينه؟ خنسة. فنجان قهوة بتتعرفي عليها وبتمشي. اوكي طيب ماشي، بس قهوتكم فاتحة ولا غامقة؟ غامقة. يلا تفضلي. الو. اي نعم. اي اي موجود. تفضل ابو ليلى، تليفون الك. يسلموا. الله يسلمك. ألو أهلين. لحظة لحظة، شو
ليلى بالمستشفى؟ ماشي جاية، يلا جاية جاية. لوين جاية؟ لا سلامتك، ما في شيء، حكي عم بمزح معه بمزح، رايح أنا. تفضل. رهاب؟ علاء أنا آسفة، قسيت معك بالحكي، بس والله ما كان قصدي، يعني كنت متوترة و... معلش معلش رهاب، ما تضايقي حالك، بالعكس. أنا بصراحة حابب إني أشكرك لأنك صحيتيني. أنا كنت عم أعيش وهم كبير كتير. لا لا ما تحمل كلامي شيء، أنا ما عانيته يعني. انسى انسى اللي قلت لك إياه. عن جد رهاب؟ لا 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 مو هيك قصدي، يعني قصدي إنه لا تحمل كلامي شيء أنا ما قلته. شو شو قصدك يعني أنت عم يعني... ما عم بفهم عليكي شو بدك؟ قصدي إنه يعني يا الله ماما شو رح تنبسط لما تشوفك، رح تقلي يا درسان مين جايب هالحورية؟ تحسين؟ كأنه طلعنا برات البلد؟ وين صرنا؟ لا تخافي، هذا طريق مختصر لبيتنا. تحسين كتير خايفة، مدري شو حاسة، كتير خايفة. تخافي وأنا جنبك؟ شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ شو هذا؟ بعد عني! بعد عني! العوض بسلامتكم، ابوكم اعطاكم عمره. ابي مات؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله لا يوفقهم جماعه المشفى، اهملوه ما اهتموا فيه، بوسنا ايديهم اترجيناهم لحدا حتى يكشف عليه، ما كان حدا يرد علينا. قام اعطاكم عمره. شو اسم المشفى؟ ما بعرف. شو اسم مشفاكم ابو ليلى؟ اي راح عم بالي من البرد، شو بيعرفني شو اسمه؟ نسيت. هذا من جماعة المشفى؟ ايه هذا ابو ليلى، هو سيارته من المشفى. والله اجى على مدرج ليه. طولوا بالكم يا شباب. اوكي طولوا بالكم يا جماعة. لك يا ابن اخي، لك طول بالك، لك طولوا بالكم، اقول لك لك طول بالك، طولوا بالكم، طولوا بالكم يا شباب، طولوا بالكم. وين شباب وين؟ بعد من قدامي احسن ما قبتلي فيك. ها تبتلي فيني؟ اقرب خطوه واحده من الصالون لحسب الله ما خلقك. لك انت بدك تحسب الله ما خلقك. انا اللي بحسب الله ما خلقك. عم تضرب يا كلب، عم تضرب يا كلب، عم تضرب يا كلب، عم تضرب يا كلب. يا بطلة انت، ما بعرف ما بعرف كيف بدي اشكرك. ما في داعي تشكريني، سوينا واجبنا. قومي فوتي معي على جوا، بدي داوي لك هالوزمة. لا ما في شيء مستاهل، انا لازم اروح البيت. بدي اسالك سؤال، انت شو كنتي عم بتساوي هون؟ كنت جاي اصغرتي وتفاجأت بالخناقه ف ايه لا ما رح خليكي بس تقصي غره، بدي اسوي لك كمان مكياج عام. والله ما فيني، تاخرت كثير على البيت، انا لازم اروح. يا حبيبتي لا والله، شو ما نعملنا معك ما بنكافيكي، فوتي فوتي يسلموا ايديكي. انا هون اختي عم بستناكم. نزعونا الشباك، شو هالسنطاري؟ شو بدي ساوي بحالي هلا؟ انا وين بدي لوم؟
بدي روح لعند ليلى ولا لعند ابي. اكيد اثنين بالمستشفى احسن شيء على المستشفى. يا رب يا رب. قمر طالع مثل القمر، مو هيك معلمتي؟ تشبه ابوها، ان شاء الله بيقبر قلبي. اتركي ابي بحاله، بكفينا شو جانا مصايب من وراكي. ريهام ريهام، شو بكي؟ وين كنت هلا؟ شو وين كنت؟ بس حكيتي معي نزلت ركاب وجيت. شو شكرا كثير اختي ام عبد الله. شكرا شكرا. يسلموا. لحظة، شو بقى عيني؟ عيني يبعت لي حمى. ايه يبعت لي حمى، ان شاء الله بموت هلا. الله لا يوفقني على الحياة اللي انا عايشتها. انا لو امي عايشة من بلدك انا ما... وين ليش انت جاي لهون اصلا؟ ما قلت لك انا ما عاد بدي اشوفك، ما عاد بدي اشوفك. شو جابك لهون؟ بعد عني. ابو العز انت حمار. انا هسه انا ها يا الكعيان وينكم؟ خنصه الهام، شو وين هدول؟ ما بيعرفوا بالبيت يعني. ما رح تبطلي انا العاده تمشي بدون نظارات. ايام ليش طولتي حبيبتي؟ لبنا ما سووا لي شعراتي وعملوا لي مكياج وقصص وهيك، يعني اخذ وقت الموضوع. ريهام شبع عينك؟ انت شبع عينك؟ اي انا يعني ضربت بشباك بالكليه. وانا خبطت بحرف باب الصالون وانا طالعه منه. شو وين اخواتك؟ اخواتي ليلى بالمشفى وخنساء راحت مشوار ما عرفت وين. شو رح نضل قاعدين هون؟ قومي روح لعند ليلى على المشفى. هو هيك انا كنت ناطره اي حدا يجي مشان نروح معه. ايه قومي يلا. لك عم بدل ثيابي وبضب اللي كسرتهم وبيجي معك. ماشي. ليك حبيبتي بتذكر انه في بالمطبخ صحن اخو الصحن اللي كسرتيه، حطيه على الطاوله مشان ابوكي ما يشتل القصه. فعلا مو ناقصني بهدل. اهلين جد، الحمد لله على السلامه. اهلا اهلا جدو. اهلا اهلا. تفضل فوت. يا الله. اهلين جدو، والله فرحان بشوفتك قد الدنيا. وانا فرحان بشوفتكم اكثر من الدنيا. تفضل تفضل جدو فوت. شو وينو ابوكم؟ البابا لسه ما رجع من شغله جدو. حبيبي. اهلا اهلا اهلا. شو والله اشتقت لكم. ونحن كمان جدو بالاكثر. دخيل الله على الوجوه. يا ربي. خلصت من أوابتي اليوم؟ ولا لسه في شي تاني؟ أنا بأمركن. ها؟ حقك. عم تمنلنا بكم توصيلة وصلتنا ياهن. حقك أبو العز. شكراً. على كل الأحوال استنى هون لا تروح. وليش بقى؟ بدي أعطيك أنينة البرفان، ما بدي شي منك. يا ستي مسامحة. مسامحة مقدمة، مو من قيمتك أصلاً. أبو العز ليشك عم تحكي معي؟ شو شايفني قدامك؟ بعدين أنت بتعرف شو صاير معي اليوم؟ على كل الأحوال بدك تأخذها، يعني بدك تأخذها. خنساء برحمة أمواتك جميعا، روحي وصلت لأحفو لراسي. انزلي وطبشيلي هالباب. زعلتني عن جد، زعلتني أبو العز. يا حرام. طيب ماشي، لنشوف إذا بتستنى ولا ما رح تستنى. عن إذنك أبو العز. حط موسيقى اسمع، اسمع غنيتك المفضلة. طل الصبيحة على الكعلوش رح يضيق خلقك كتير. اسمع. شبه عيونكو؟ عيوننا جد يعني. في أنا وريهام هي جاي هيك وأنا جاي هيك.
خبطنا ببعض. ايه طرقنا ببعض جده. كيفه ابوكم؟ ييي على بابا وعلى اللي عم بيصير له يا جده، يعني لا عم بيتوفق بشغل ولا عم بيتوفق بشي، وحالته حاله ودائما تعبان ومرضان. المهم شغله كيف؟ بيهوي جده، بيهوي. الله بعت له هالدكتور اللي اسمه زياد، وين في مصيبه سوداء بيتحشوا فيها. وليش ساكت له؟ بتعرفه مسالم وقلبه طيب وما بيحب يأذي حدا. طمني جده، خلاص هي انا اجيت ويسترجع حدا يدسله على طرف. كفو جده كفو. اهلين جده، تقبرني؟ شبع عيني. لا تقبرني، ما في شيء، فتت بباب البنايه الحديد. الحمد لله على السلامه، تقبرني، اشتقنا لك. الله يسلمك، تبوسك العافيه ان شاء الله. تقبر قلبي. كيفكم بنات؟ تمام. اهلين. اسكاي اسكاي صرت اسكاي انا. قتلينا بالمستشفى وانتوا قاعدين هون. قوموا قوموا، خلينا نزورها ونطمن عليها. جدو ثانية بغير تيابي وبجي دقيقة. لا تطولي. اوكي، منيح اللي اجيت لعنا يا جدو، تقبرني، مو بقيان ولا رجال بهالعيلة. ليه؟ وينه بهيج؟ بهيج؟ لكن سينا بهيج لي ها؟ وين سيتو؟ سينا بالمستشفى، راح عن بالنا. يبعت لي حمى عليك يا بهيج، شو صار فيك يا ما في أمل؟ ما في أمل؟ هالحياة قاسية، قاسية كتير. نحنا شو ناطرين من بكرة غير الشقة والتعب والتعتير؟ ولك إذا الإنسان اللي بكامل صحته كرهان هالحياة، بقى كيف المريض اللي مثلنا؟ صدقوني يا أوادم، بس المرض يضرب بجسم بينهيه، بيروح وده ملكه. نحنا الحياة عم تهرب من بين أصابعنا مثل رمل الصحراء، مثل مية البحر. ما في أمل، صدقوني ما في أمل. أمل ما في. تأخرت هي. لك إلهام يلا. جهزت. صحيح نسيت اسألكم، عمتكم ام انيس كيفها؟ ماشي حال. نسينا نخبر عمتي. لك هلا اذا دريت بتجرسنا. روحوا انتوا، انا بحكي معها. بلحقكم يلا بسرعه. لا تطولي. ليش عم زمر؟ يا الله دخيلك أنا، يا الله. لك يا قليل الذوق يا قليل الحياة، الناس نايمة والدنيا ليل وقاعد عم تزمر يا غبي. معلش معلش جدو، اتركوا، حرام حرام. ولك فوق حقه دقه. لك إلك عين تفتح تمك كمان، ولك والله الأمسح فيك الأرض. لا لا تقبرني، لا توسخ إيدي فيك. اطلع اطلع جدي، تقبرني، اطلع اطلع كرمالها. تقبر قلبي، طلع. فضلتوا على أهلي، يسلموا. وينك؟ لك خبرت عمتي، قال هي بتلحقنا على المشفى. طب يلا يلا يبا. شبك أختي، وقتك هلا؟ ايه والله غريبين بيت خالي هدول، يعني كل يوم لازم يكون واحد منهم بالمشفى يريحونا شوي. يعني مو حابب تروح؟ مين في بالمشفى هلا؟ ليلى وبهيج. لا امي ما بدي روح، عندي دراسة. ايه مثل ما بدك تقبرني. الله يعين الهام على بلوتها، هي لانه بدها تنام عند اختها بالمستشفى. يعني الهام رح تكون بالمشفى؟ ايه طبعا. ايه ما حلوة تروحي لحالك امي، انا بوصلك ومنه بتطمن على بيت خالي، ثواني وبكون جاهز. هلا كان عم بستناك انا.
خان ولا ببيت ابوك؟ لك حيوان مستشفى هون، مستشفى فيها مرضى، قاعد طيط 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 ولي عليك. والله والله ما اكون فاضي لك لارجيك. انزلوا جدو انزلوا، يلا. حيوان. حبيبي ابو العز، بالفعل انت لا عندك ذوق ولا كرامه ولا احساس، ليش هيك؟ انا 100 مره قلت لك ما عاد بدي اشوف وشك، حل عني يا اخي، ما عاد بدي اياك. ولك مشان ولا الله، ولك انت حلي عني، ولك اعتقيني، اعتقوني لوجه الله كرامه لا الله، اتركوني. كثير بتضحك ابو العز، انت بس تبكي، ليش مين كامشك؟ بعدين فكرك بهيك حركات بس تنطرني قدام البيت رح ضل احبك، اصحى يا افندي اصحى، انا ما بحبك بهالطريقه. أنا استنيتك. لك مو أنت جبرتيني بعد ما أخذتي المفاتيح إني استناكي مثل التوتو، على أساس بدك ترجعي لي علبة البرفان تبعي؟ علبة البرفان؟ نسيتها؟ بس والله ما بتروح اليوم إلا لتاخدها، ما بدي أي ذكرى منك. لك ما بدي إياها، مسامحة دنيا وآخرة، بعطيكي 10,000 فوقها، بس اتركي. بوش إيدك اتركي. لا والله مالي عادتك، ولا شوف بقى اذا حتخلي عينيك هالريحه حجه لتضل مصفق مخفق لعنا. ابو العز اعتبر كل شيء بيني وبينك انتهى، الوداع. شو بكون؟ ليش ما عم تردوا؟ وين بنتي؟ لا تقبري قلبي، لا تخافي، تركناها بالبيت نايمة. شو نايمة؟ مين ضل عندها؟ البابا، البابا ضل عندها بالبيت. بابا بابا شو بدك؟ بابا الطريقة الوحيدة لنتخلص فيها من الحياة هي الموت. شفت الموت مروى؟ الله الله على الموت. أما الحياة، نحن منعيش حياتنا كلها ونحن خايفين من الموت، أما الميت ما بيخاف من شيء، لأنه الميت ميت مات ما عاد يموت، ما بيخاف من شيء أبدا، شجاع ما بيخاف ولا من شيء على الإطلاق. لاحظتوا الفرق يا أوادم؟ لاحظتوا الفرق؟ الحياة دائما بتعلمنا الجبن، أما الموت بيعطينا الشجاعة. ومن هنا بقدر أقول ما في أمل. صدقوني ما في أمل يا أوادم، أمل ما في. مرحبا يا جماعة، أعطيني إيدك لو سمحت. بعدي عني، بعدي عني، ما بدي أبقى، أنا ما بدي أعيش، أنا بدي موت، أنا بدي موت يا جماعة، أنا بدي موت. تعالوا ساعدوني عليه. ما في أمل يا أسي، ما في أمل. ماما شو عم تحكي أنت؟ بابا حاول ينتحر؟ طيب ليش؟ شاف اللي شريط على الكاميرا؟ لك طيب طيب بأنه مشفى انتو؟ انا جاية فورا، يلا 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 ماما، باي باي. وين عذاب؟ امالي لا تكذبوا علي، صار لها شيء. لك ليش ما عم تردوا؟ وحدي ربك يا بنتي، وحدي ربك، بنتك بخير، انا شفتها بعيوني. ما دخلني، انا بدي اشوفها بعيوني، يا بتجيبوا لي اياها يا هلا، بدي اروح لعندها. لا تقبري قلبي، انا بروح بجيب العذاب، ارتاحي انتي. استني انتي يا بني ادم، يا بني ادم، بنتك عم تقول بدها تطلع بنصاص الليالي وانت قاعد ساكت؟ لانت هالقلة المروة والكسر راح يضلوا فيك، لانت قوم روح جيب البنت. خروق يلعن الساعة اللي جبتك فيها. طول بالك يا جدوش، انا بروح بجيبها، خلص انا 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 بروح انا بروح. خلصوا اسمعوني منيح، بيت الكعيان
ما في بنات يطلعوا بعد ايام الشمس. بنات الكعيان رزينات رصينات محصنات محافظات على سمعتهم. لا تسمعوا هالطلالي هاد، خليكم مثل ما انتم. جدو جدو يعني اذا مصر بدك تروح خذ هدول المفاتيح واعطيهم للشوفير اللي بالميكرو تحت وقول له انه وصلك على البيت بس لا تعطي مصاري. تعوا بابا تعوا يا محصنة تعوا. أمي أنت متأكدة إنه إلهام رح تكون موجودة؟ هلا البنت حكت معي بالتليفون. ها ليك الأوضة. نومت اهل الكهف ان شاء الله. يلا تحرك وصلني لبيت ابني، بدي جيب بنت ابني عذاب. لا عذاب ولا شيء، تفضل. بس المفاتيح مو معي. ايه اللي مو معك، خود هاي مفاتيح. ايوه شرف طلع جد يطلع. وانتو شو هالطوابع اللي على جبينكم؟ بعدين نحكي لك تقبري قلبي، ان شاء الله ما يتاخر جدي. لك وين جدكم؟ مو على اساس جاي معكم؟ شبك انت الرابعه عم تتنشوقي؟ أنا لهلأ ما عرفت مين حضرتك. والله ولا أنا عرفت مين حضرتي. سمعتهم بينادوا لك أبو العز، يعني اسمك أبو العز؟ إيه والله أبو العز، إذا بدك أبو العز. شبكوا لك؟ احكي مدوزن. والله لو بعرف شي لقلك، يشهد الله علي لقلك. بالعكس أنا نفسي ما بعرفني. أنت من زمان بتعرف بيت ابني لطفي الكعيان؟ بعرفه، لكن شو اللي بهدل كل أهلي هيك؟ طيب استناني خمس دقايق لا تروح، ماني مطول. خمس دقايق؟ تكرم عينك، 50 دقيقة لا استناك. تكاني خمس دقايق شايفني أهبل ابن هبلان لحتى استناك. وين المفاتيح؟ يعطيك العافية دكتور. اهلا اهلا سيادة الملازم. يا هلا شرف تفضل. يعطيك العافية دكتور. يا ميت اهلا وسهلا شرف. اهلين وسهلين. يا هلا. امروني بشو بقدر اخدمكم. جاي ناخذ اقوال اللي عملوا حادث، لانه من كم ساعة ما كانوا قادرين يحكوا، ان شاء الله صاروا احسن. لا الحمد لله صحتهم صارت كويسة وإمكانكم تأخذوا أقوالهم. إذا نتفضل دكتور. لا وين نتفضل، ما بصير إلا تشرب شيء. يا سمايا ما بيقدروا أبدا، سرقة مفاتيح عندهم بالوراثة. شو عم تبربر ولا؟ أنا عم بربر، عم وحد الله. اللهم قوي إيمانك. ما قلت لي أنت كيف
وإمتى تعرفت على بيت الكعيان؟ بليلة ما فيها ضوء أمر، الله من عنده، غضب علي وعرفتن. احكي دوزن ولك، وإلا قسما بالله بخلي الله ما خلقك. شو بدي أحكي؟ شو بدي أحكي لا أحكي؟ أنا تعرفت على كريمتكن الأنسة المصونة خنساء ورحت لأخطبها، ومن وقتها شو تعرفت عليها ولك؟ ولك هذا الكلام بيروح عليه قتلة. بنات الكعيان ما بيحكوا مع الشباب أبدا، بنات الكعيان بيفوتوا على بيوتهم الساعة 3 بعد الظهر وما بيطلعوا منه أبدا. إيه لا قلت لي شو عم تقولوا؟ لا قلت لي مزبوط مزبوط. عمي ريحها ريحها وحطها حطها من البنت. ما دخلك مثل ما بدك. قولي علي عليك يا ليلى، انت ليش فوتوكي على المستشفى؟ عمتو شو رايك نروح نشوفه لبهيش؟ حرام من امبارح ما حدا زاره. ومنترك ليلى لحالها؟ لا ليلى منيحه عمتي، تقبري قلبي منيحه، ما هيك ليلى؟ ايه ايه ما فيني شيء، طمنوا. قومي لكان معنا مشان تشوفي جوزك. ماني طايقه شوف وشه. لمين طالعه ارحم ما بعرف. ايه خلص خلص عمتو نحن بنطمن عليه. ايه يلا بابا قوم نطمن عليه. دهرني يا اخي. وين طايتي؟ وبعدين؟ أنا ما انتبهت له، سرق مفاتيح السيارة ولما قلعت ومشيت على الكوع قفل الدركسيون وساوينا الحادث. شو وين ولادي واحفادي؟ راحوا على غرفة بهيج يطمنوا عليه. انا رايح لعندهم خاطري. السيارة هلا وينها؟ جابوا الوينش تبع المرور وسحبوها. اكتب يا ابني. وتم حجز السيارة من قبل شرطة المرور. والمدعي عليه وينه؟ هرب سيدي هرب. اكتب يا ابني. وقد لاذ المتهم بالفرار. بتأيدوا أقواله؟ نعم سيدي. هذا هو سيدي. هذا هو سيدي. مشو؟ والأعظم مخفي يلا يهدي لك بالك كل هالقد مخبالك والأعظم مخفي الله يهدي لك بالك ضلك قدا وقدود مع أنك عدمان أبضاي ومن خير جدود من عيلة جدعان ضلك قدا وقدود مع أنك عدمان أبضاي ومن خير جدود ومن عيلة جدعان ولو ايامك كلها سود اوعى تطفي خليك مضوي يا لطفي ولا تشغي بالك ربك وحده اللي بيشفي بغير لك حالك خليك مضوي يا لطفي ولا تشغي بالك ربك وحده اللي بيشفي بغير لك حالك هواد ليلى
عبنات